السلام عليكم العائلة والأحباب. اليوم جيت باش نظهر لكم على أحسن طريقة غتسمح لكم باش تهاجروا لكندا، اللي هي بيرمي ديتود، رخصة دراسة. كاين بزاف ديال الأصدقاء اللي تعرفت عليهم فاش كنت نقرا وباقي عندي معاهم كونتاكت، اللي جاو عن طريق بيرمي ديتود، والحمد لله ربي وفقهم باش يقدروا ياخذوا الإقامة الدائمة. هادشي علاش هذا كيتعد من أحسن الطرق اللي كتسمح لبزاف ديال الناس أنهم يهاجروا لكندا، مضمونة 100%. ما كتطلبش مستوى ديال اللغة الفرنسية يكون مرتفع، ولكن كتطلب منكم حاجة واحدة اللي مهمة، هي يكون عندكم كونت بونكير فيه على الأقل 25 مليون، يعني تكون فيه على الأقل واحد المبلغ اللي حاطه في كونت بونكير اللي تقدر تصرف بيه على راسك في المدة ديال السيسيون الأولى والسيسيون الثانية. ما عندكش هادشي، غتشوف شي واحد اللي غادي يضمنك سواء كاين في كندا في أوروبا أو حتى في المغرب، اللي عنده دراهم بزايد، اللي يقدر يعطيك اتيستاسيون ترافاي، اتيستاسيون دو روفوني، وكوم سا تقدر تدفع على اساس بيرمي ديتود. ولا بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نهضر لكم على اشنو الفرق ما بين دي او بي، ما بين دي او سي، وما بين ديبلوم يونيفرسيتير، وغادي نعطيكم السميات ديال لي كوليج اللي غادي يقدروا يجيبوكم ومضمونين 100%. وغادي نهضر لكم حتى على الكليات اللي بزاف ديال الناس طلبوا دفعوا ليهم ولقاو ايفيكتيفمون تقبل الطلب ديالهم. هادشي علاش غادي نقول لكم شنو الفرق ما بين الكليات اللي في مونريال والكليات اللي كاينين برا مونريال. هادشي علاش الا بقيتوا معايا غنعطيكم طرق سهله وغادي تسمح لكم باش تخوي البلاد باقل الاضرار. اول حاجه غنبداو بها هي ديبلوم ديتود بروفيسيونيل اللي كتسمى دي او بي. كاين بزاف ديال الناس كيدفعوا الديبلوم ديتود بروفيسيونيل، خاص غير يكون على بالكم على انه خاص يكون اقل حاجه 1800 ساعه، وتشوفوا هذاك لو دومين اللي غادي يكون مطلوب بزاف. كاين بزاف ديال الناس كيخبروا كيبغيو يدفعوا للدي او بي كيعرفوا غير ايكول تيكار، ماشي غير ايكول تيكار اللي معروفه، ما كاينش غير سوتي انفورماتيك اللي مطلوب، كاين بزاف ديال الميادين اخرى اللي مطلوبه. كاين ديفلوبمون، كاين من غير سوتي انفورماتيك كاين تكنيسيان دو باتيمون، كاينين تكنيسيان اللي كاين خدامين اللي في لا كونستركسيون، كاين لاربونتاج، كاينين دوطخ دي او بي اللي كتقرا 1800 ساعه، ولكن فاش كتخرج للمارشي دو ترافاي كتلقى دي زوفر دومبلوا، فرص عمل مطلوبه بزاف، وحتى السالير كيكون طالع. هادشي علاش مثلا ميكانيك دو باتيمون، ريباراسيون ميكانيك ديال لي اسانسور، غنعطيكم اوسي دي او بي مثلا ترانسفورماسيون اليمونتير، غنعطيكم دي او بي مثلا اللي تابع للدومين دو سونتي، غنعطيكم عاوتاني دي او بي اللي تابع اللي في الكونتابيليتي، في لا جيستيون، في الفينونس. هادو كاملين دي دي او بي اللي مطلوبين هنايا بزاف، وغادي يسمحوا لك بانك تلقى اوفر دومبلوا فاسيلمون. هادشي علاش لي دي او بي معروفين، وهي الكلاس الاول الدراسه، يعني كتخرجك كتعطيك حرفه، كتعطيك اون سبيسياليتي بلا ما تدوز للسيجيب. وبزاف ديال الناس كيديروا لي دي او بي علاش؟ حيت ما فيهمش فيلوزوفي، ما فيهمش كور ديال الفرونسي، ما فيهمش هاد الجوج، وهاد الجوج معقدين بزاف باش تقرا الفرونسي والفيلوزوفي، صعاب بزاف، كيتسموا دي كور دو باز. دونك انت الا بغيتي دير دو بي خاصك غير تكون عندك على الاقل 1800 ساعه. والا انت تبارك الله عندك نيفو طالع، مثلا قريتي عندك اجازه عندك ماستر، وكتقول الا دفعت ما غيقبلونيش، الا دفعتي راه ما غيقبلوش، حيت ما عندكش احتمال، حيت انت النيفو ديالك طالع وغتدفع دي بي، ما غاديش يقبل رجل الهجره، ما غاديش يقبل الطلب ديالك. ولكن الا بقيتي معايا حتى الاخر غنعطيكم طرق، واحد الطريقه اللي غادي تسمح لكم بانكم تحولوا بيرمي ديتود الى بيرمي دو ترافاي، اولا تحول من الكليه للدي او بي. هادشي علاش دابا سرينا مع الدي او بي، دابا غادي ندوزو للديبلوم ديتود كوليجيال. بالنسبه للديبلوم ديتود كوليجيال، هذا كيخص الفئه اللي بغات ديبلوم متخصص، كيكون تقني متخصص في واحد الحاجه، زائد على ان الدي او بي كتقرا في ايكول عاديه، ولكن ديبلوم ديتود كوليجيال كتقراه في السيجيب. هادشي علاش دابا غنخلي لكم السميه ديال السيجيب ديال سانت هياسانت اللي غنخلي لكم هنايا الفوق، غتبان لكم سانت هياسانت. كاينين دي سيجيب في مونريال بيان سور، بحال اونستيك، بواد بولون، كاين عاوتاني كاين بزاف ديال، كاين عاوتاني واحد ليكول معروفه ديال الايروسباسيال، كاين ايكول اوسي ديال لوزيناج، كاين ايكول كتقري عاوتاني الميكانيك بيان سور ديال لي ماشين، وكتقريك حتى الانفورماتيك. كاينين بزاف ديال لي سي جيب
اللي غادي نبارطاجي معكم، وغنخلي لكم حتى في الديسكريبتيف اللي تقدروا تدخلوا وتشوفوا الدومين اللي قريب للدومين دي كومبيتونس ديالكم. هادشي علاش حظوظ انك تقبل في دي او سي يعني كبيره وكبيره بزاف، علاش؟ حيت سي ان ديبلوم كوليجيال، وهادو ما عندهمش تعقيدات كبيره بالنسبه للديبلوم كوليجيال. علاش؟ حيت عارفينو غالي، لي زيتيديون اللي غادي يجيو من برا باش يقراو في ان دي او سي غادي يخلصوا دراهم زايده ما بين 20 حتى 30 الف دولار، هذا بالنسبه للدي او سي. دي او بي ما بين 15000 دولار حتى 25000 دولار، اما بالنسبه للكليه راه سي بلوس كو 40000 دولار. ولكن الا بقيتوا معايا غادي نشرح لكم بيان سور حتى كيفاش تسجلوا في الكليه، شنو هما الكليات اللي معروفين، وكيفاش نقدروا نحولوا من بيرمي ديتود في يونيفرسيتي الى دي او بي. هادشي علاش دابا بما اني ديجا خديت ديبلوم هاد العام هذا في اوتون كو ديبلوم ديتود كوليجيال، يعني خديت ان ديك، وهاد لو ديك الحمد لله الفرق ما بينه وما بين دي او بي سكو سي ان تكنيسيان سوبيريور سبيسياليزي، والناس اللي كيخدموا ديك كيخدم في الاول ان تكنيسيان باغ لا سويت كيولي سوبرفيزور. على من؟ على لي تكنيسيان اللي عنده دي او بي، حيت الناس اللي كياخذوا ان دي او بي كتخدم اوتون كو اوفريي تكنيسيان، صعيب باش تلقى ايفولوسيون تولي ان ريسبونسابل. طونديس كو الناس اللي كياخذوا ان ديبلوم ديتود كوليجيال يقدروا يخدموا في اوتون كو ريسبونسابل او لي سوبرفيزور، يقدروا يخدموا بيان سور في دوطخ دومين اوتون كو جيرون دو سيرفيس او لا ريسبونسابل او جيرون دو تيريتوار. هذا هو الفرق ما بين دي او بي و دي او سي. دي او سي كيبقى ديما اون كوش سوبليمونتير، زائد الا بغيتي تخدم مع الحكومه كيكون السلم ديالك زايد الا كان عندك ديبلوم ديتود كوليجيال. ودابا غادي نهضروا على الكليه. فيما يخص اليونيفرسيتي كاين بزاف ديال الناس كيدفعوا لو تي اس لو كام وماكيل، هادو هما لي تروا يونيفرسيتي اللي معروفين في مونريال. ولكن هاد لي يونيفرسيتي ولا باش تسجل فيهم صعيب بزاف، ولا حتى هما عرفوا ان لي ستوديون انترناسيونال كيجيو بزاف، هادشي علاش طلعوا المستوى وزادوا في الثمن. ولكن لي يونيفرسيتي اللي غنعطيك دابا بحال يونيفرسيتي دو شيكوتيمي، يونيفرسيتي دو كيبيك، يونيفرسيتي دو شيربور، هادو سو سون دي يونيفرسيتي لي كيقبلوا لي ستوديون انترناسيونال. وحتى الامتحان ديال اللغه الفرنسيه ما كيكونش صعيب، ما كيطلبوش لك تي سي اف كندا، تقدر الكليه هي اللي تقول لك فوالا دوز لي ان تيست دو فرونسي لي بسيط، كتجيب بيه مثلا المستوى ديال 5، يعني المستوى الثاني اللي هو انترميديير كيكون عندك نيفو جي بي 5 او بيان جي بي 6 او 7. ما كيطلبوش بزاف، يكفي انك تكون عندك لا ليتر دادميسيون من الكليه، باغ لا سويت كتدفع باش تاخذ سي ا كي يعني لو سيرتيفيكا داكسيتاسيون دو كيبيك، عاد باش في التالي كتدفع للفيدرال باش كتاخذ لو بيرمي ديتود. نتوما راكم ديجا عارفين هاد لا بروسيدور، ما حتاش نشرحها لكم، ولكن انا طالبا ردا على الطلب ديال بزاف ديال الناس اللي مابونين عندي فلاشين وسولوني على شنو الفرق ما بين دي او بي دي او سي يونيفرسيتي، شنو هو اللي احسن، شنو اللي غادي يناسبنا، كاع الدبلومات غادي يناسبوكم. ولكن غنمشي مع البيدجي ديالي كيف ما قلت لكم في الاول، غنعطيكم ديزاستوس. كاين واحد الصديق جا معايا صراحه، ملا غنعطيكم جوج ديال الحالات. صديق جاي من الكوت ديفوار قرا معايا العام الاول، ما زدتش ما قدرش يكمل، جا المستوى صعيب. اشنو دار؟ حيت فاش كتجي عندك بيرمي ديتود عندك حق تخدم 20 ساعه، فاش مشى خدم 20 ساعه خدم في واحد السوسيتي كدير ترانسفورماسيون، فاش خدم فيها مشى قال لهم بار لا سويت انا شوفوا راه عندي بيرمي ديتود ولكن راه ما قدرتش نكمل، واش نتوما بغيتوش نبقى معاكم؟ قالوا لي اه بغيناك تبقى معنا، دونك انا نقدر نحول بيرمي ديتود الى بيرمي ديتود الى بيرمي دو ترافاي، واش تقدروا تساعدوني؟ قالوا لي اياه نساعدوك، راك ديجا خدمتي معنا وعرفنا لي كومبيتونس ديالك. هادشي علاش حول من بيرمي ديتود الى بيرمي دو ترافاي. سي عمر الله يذكره بالخير. كاين صديق اخر اللي جا ودار ان ديبلوم ديتود كوليجيال وجا المستوى ديال ديك صعيب بزاف، شنو دار؟ هبط النيفو، عاود ما يبقى في كل ديبلوم ديتود كوليجيال اللي جا صعيب بزاف وما قدرش يستحمل هذاك لو نيفو اكسيليري، هبط للدي او بي. دار دي او بي اللي فيه 1800 ساعه اللي كيتوالم مع المؤهلات ديالو، والحمد لله راه غادي يجيب الله التيسير. الصديق الثالث كنعرفو مشى للكليه، مشى للكليه دار الدوره الاولى في الكليه، في الاخر ما جا داكشي صعيب بزاف وما قدرش يكمل. الوغ شنو دار؟ من الكليه هبط للديبلوم ديتود كوليجيال، وفي امكانك انك تهبط ميم للديبلوم ديتود بروفيسيونيل. خاصكم تعرفوا على انه فاش تجي هنا
غير باش تجي هنايا الا كان عندك النيفو ديتود ديالك طالع في البلاد ديالك، من الاحسن تدفع الكليه واخا غاليه، غتخلص واحد 5000 دولار في السيسيون لادميسيون اي توت، ولكن فاش غتجي هنا غدوز شهرين في الكليه غتحاول تحضر غير الامتحانات، في الاخر غتهضر غتقول لهم فوالا انا الامتحان جاني صعيب. باغ لا سويت غادي تحول من بيرمي ديتود، غتبدل غير السيرتيفيكا داكسيتاسيون دو كيبيك، غتهضر معاهم باش تبدل من لونيفيرس من ديبلوم ديتود كوليجيال او لا يونيفرسيتي للدي ام بي، وهذه ساهله يعني باش تحول من بيرمي ديتود يونيفرسيتي الى دي ام بي اسهل، وباش تحول بيرمي ديتود الى بيرمي دو ترافاي كتبقى اسهل بزاف، حيت غتكون ديجا عندك حق تخدم 20 ساعه وعندك حق تبقى مع هذاك لومبلويور الى عجبتيه ويدير لك الوراق ديالك. هادشي علاش كنبغي نشكر الاخ بدر على التفاعل ديالو، حيت هو اللي قال لي فوالا يونس خاصك تعطينا هاد لا فيديو، تعطينا هاد لي زانفورماسيون اللي كتخص الدراسه في كندا. هادشي علاش جاوبتو وجاوبت متتبعين اخرين اللي عندنا فاشيل. هادشي علاش كنبغي نشكر لي زابوني، كنبغي نشكركم بزاف، الحمد لله وصلنا ل 12000 ابوني، هادي اخبار زينه وزينه بزاف فرحاتني، الحمد لله العائله ديالنا غادو كتكبر. هادشي علاش كنبغي نشكركم على التفاعلات ديالكم، على لي كومونتير الزوينين اللي كتخليو ليا، الوغ ديما الموتيفاسيون ديما الكوراج وما يخلعوناش.